قدمت 3 فتيات فلسطينيات في الضفة الغربية خدمة جليلة للمكفوفين في المنطقة وربما لاحقا حول العالم، حيث طورنا عصاً إلكترونية قد يتمكن بواسطتها الشخص الضرير من السير بمفرده دون مساعدة. في هذا المكان تقضي نور العارضة، أسيل أبو ليل وأسيل شعار أيامهن الدراسية. مدرستهن هذه في مخيم عسكر للاجئين بنابلس، والتي تديرها وكالة الأونروا لا تحوي أحدث التجهيزات، لكنها فازت بفضلهن بجائزة أفضل اختراع بين مدارس الضفة الغربية. دليل آخر على أن الابتكار لا يعترف بالقيود، وأن الحاجة هي أم كل اختراع. في مشروعنا هذا حاولنا نسخر التكنولوجيا في بيئتنا لمساعدة أمس الناس اللي بحاجة للمساعدة اللي هم المكفوفين، من خلال أنه طورنا عصا إلكترونية للمكفوفين بتساعدهم في تسهيل حركتهم. كيف؟ أنها بتساعدهم في تلافي الإعاقات الأمامية وصعود وهبوط الدرج، وأيضا بتساعدهم في تخطي الحفر. وها هي العصا التي منحت الفوز للفتيات الثلاث قيد التجربة من قبل أحد المكفوفين في نابلس. بواسطة الأشعة ما تحت الحمراء تحدد العصا الإلكترونية أي عقبة تعترض طريق المكفوف، ثم تصدر صوتاً لتنبيهه إلى وجودها. والله مساعدة منيحة، أحسن من العصايا العادية. الاختراع ليس الأول من نوعه في العالم، لكن الإضافات التي زودت الفتيات عصاهن الإلكترونية بها جعلها تصنف كاختراع، وأهلتهن للمشاركة في معرض للمواهب والابتكارات في سان هوزي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. These girls are the Albert Einsteins of the next generation. هؤلاء الفتيات هن أينشتاين الجيل المقبل، والأونروا وشركة إنتل يؤمنان بتعزيز مكانة هذه الأجيال، فبالمعرفة والنمطية الفكرية السليمة يمكن تجاوز أي عقبات. قد لا يفوز اختراع أسيل وأسيل ونور بالجائزة الكبرى في معرض سان هوزي، فهذا الأخير يستقطب مبتكرين من دول توفر لطلابها أحدث التقنيات منذ نعومة أظافرهم، لكن اشتراك الفتيات في المعرض يثبت بحد ذاته أن الإرادة الإنسانية متى توفرت تكون كفيلة بتذليل أصعب العقبات.